مرحبا، أنا أحمد من قسم المنتجات والحلول التقنية في دهوة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اليوم سنقدم لكم تقنية البحث الجديدة لفيديوهات دهوة وهي أكيوبيك، والتي تمكنكم من العثور على المعلومات المطلوبة في الفيديو بمجرد اختيار واحد فقط. قد تكون مراجعة اللقطات إطاراً بإطار للبحث عن هدف معين مملة وصعبة، وغالباً ما يكون من الضروري استخدام خوادم حوسبة (servers) لأداء هذه المهمة بكفاءة. لذلك قامت دهوة بإصدار أكيوبيك لحل هذه المشاكل. ما هي تقنية أكيوبيك؟ أكيوبيك هي تقنية بحث حقيقية للفيديو، تستند على الذكاء الاصطناعي في الكاميرات وأجهزة التسجيل. تساعد المستخدمين على تحديد مواقع مقاطع الفيديو المستهدفة للأشخاص و أو للمركبات المحددة بسرعة. تستخدم دهوة كل من الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على إيجاد أهدافهم بسهولة أكبر. تقوم الكاميرا بتحليل بيانات الفيديو واستخراج معلومات مفصلة حول الأهداف، بينما يقوم الـ NVR باستخراج ميزات العنصر المحاط بالإطار، ثم يقارنها بالبيانات المخزنة في قاعدة البيانات المستمدة من الكاميرات، ومن ثم يستخدم تلك المعلومات للعثور على الهدف بدقة أكبر. دعونا نتحدث عن بعض القيم الأساسية لتقنية أكيوبيك. تحديد معلومات الفيديو ذات الصلة بسرعة وسهولة ودقة هي بعض القيم الأساسية لأكيوبيك. في الماضي كان عليك أن تبحث إطاراً بإطار عند مراجعة اللقطات بواسطة Smart Motion Detection أو الكشف الذكي عن الحركة، حيث يمكن فلترة الأشخاص والمركبات، ولكن لا يزال علينا أن نمر بساعات من اللقطات عند البحث عن هدف محدد. لذلك قمنا بالترقية إلى تقنية البحث بالذكاء الاصطناعي. مع أكيوبيك يمكنك توفير ما يصل إلى 99% من وقت البحث عن طريق تحديد معلومات الفيديو المحدد التي تحتاجها بسهولة. إذا كنت غير متأكد من الهدف الذي تبحث عنه ولكن تعرف المنطقة التي تم فيها الحدث، يمكنك باستخدام أكيوبيك رسم قاعدة الاختراق للبحث عن مقاطع الفيديو أثناء تشغيل تقنية Smart Motion Detection أو الكشف الذكي عن الحركة، مما يساعدك على تحديد مقاطع الفيديو ذات الصلة بسرعة وسهولة للهدف الذي دخل المنطقة. أكيوبيك هي تقنية سهلة للغاية. يمكنك البحث في المعاينة والتسجيلات باستخدام زر اختيار واحد فقط. مع أكيوبيك يمكنك العثور بسهولة على العناصر كالأشخاص أو المركبات في تسجيلات الفيديو، حيث تسهل الأزرار الموجودة في واجهة المعاينة أو إعادة التسجيل إيجاد تسجيلات الفيديو ذات الصلة خلال أو بعد حدث ما. بعبارة أخرى، يمكنك استخدام أكيوبيك أثناء الوضع المباشر أيضاً Live Mode. تقوم الكاميرا ومسجل الشبكة NVR باستخراج ونمذجة تفاصيل الهدف ومظهره من خلال خوارزمية تركز بشكل أساسي على السمات البصرية لجسم الإنسان. تساعد هذه التفاصيل أكيوبيك على توفير نتائج عالية الدقة وتحديد ما إذا كان الشخص أو المركبة المحددة قد ظهرت في مكان آخر في وقت مختلف أو تم التقاطها بواسطة كاميرا مختلفة. للحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الرسمي www.dahwasecurity.com.